It's like 3 a.m. You're still on my mind. Let's not waste no time. Just tell me how you're feeling. You still have my heart. Although we've been on you haters, high haters. Yeah. This is my world, so it's all in my favor. اي السلام عليكم. صباح النور. هو شو المليح. كنتمنى تكونوا ناشطين ماشطين ناضين. مرحبا بكم من وادلو. استمرارا الرحله والمغامره ديال الشمال. احنا في النهار السابع ان شاء الله اليوم غادي نطلقوا ان شاء الله لمنطقه واحده اخرى، ولكن بعد غندير واحد الاستراحه في وادلو هنايا ونخليكم مع هاد اللقطات باش تكتشفوا معنا وادلو ولو غير شي شويه. تبارك الله عليكم. بيس. ياي مازال كنكملوا الطريق. ندير واحد 7 كيلومتر باش نوصلوا للفيلاج ديال اقشور. حنا في الطريق دابا لاقشور ان شاء الله. لقينا هنا واحد الكرمه، هي فيها واحد الكرموس، ما عادش غادي نقول لكم داكشي بزاف بزاف. وريهم فوالا هادشي اللي حيد محمد. ها هو هنايا خويا عادل عاوتاني، حتى هو ما كيزقلش. هادشي اللي كاين، حنا ان شاء الله مستمرين. بقى لينا والو ان شاء الله، وغادي نوصلوا ونبارطاجيو معكم داكشي. هاديك عمر ليا خويا، عمر ليا. تبارك الله عليكم. حنا كاع الكرموز ديال المغرب دقنا منه. العفو ما كتزقلو حتى شي قنت. اي بيس على ما نوصلو. اي وصلنا لاقشور، بدلنا الحوايج وحنا طالعين دابا باش نوصل ان شاء الله داك الشلال. كيقولوا لينا باللي ساعتين ديال الطريق عاد باش غادي نوصلو. هذه هي الدخله ديال اقشور من هنايا. من بعد غادي نحاول نقول لكم التراجي، واخا التراجي ديال اقشور ديجا باين، ولكن غادي نهضر لكم على الثمن، على شي حويجات باش ما تقلبوش فيهم. هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك. مازالين مستمرين في الطريق. حنا طالعين مع الواد ديال اقشور، وصلنا لهاد البلاصه هادي المناشف. كاينش الماء في مره كاع. حنا غاديين دابا للشلال الفوق، ما عرفتش البلان كيفاش. محمد عاوتاني باغي ياكل شي طيحه على اللايف. المهم حنا مكملين الطريق للشلال باش نشوفوا كيفاش هاد القضيه ديال الماء هنا ناشف. واش هو كيدوز من التحت عاد كيولي يخرج لتحت، كيدوز من التحت وكيخرج لتحت. المهم كيكون دايز تحت الكاياس ولا بحال هكا. احنا المهم مكملين الطريق على ما نوصل ان شاء الله. مع هاد الغابه هادي الخاويه ما كاين حتى شي واحد هنا، كيدور غير حنا ثلاثه بينا كندورو هنا. اذا مرحبا بكم من اقشور. سمعتوا الايكو ولا ما سمعتوش؟ اقشور. او بيس. مازالين كنتمشاو هنا في الادغال ديال اقشور. مازالين مستمر ان شاء الله الطريق. هي بيني وبينكم فاش توصلوا للفيلاج ديال اقشور بعد خصكم واحد جوج سوايع على الاقل على الرجل. بالنسبه للناس اللي معايا كيتصوروا في الطريق وهذا، غادي خصكم واحد ساعتين ديال الطريق باش انكم توصلوا للشلال الفوق. الطريق كامله مسرحه ومقاده مزيان، مابقاوش يخلعوكم في الفيلاج يقولوا لكم اودي الطريق صعيبه اودي راه بعيد الحال. وهذا شحال من واحد جا لهاد البلاصه هذه وما كملش لهنايا للشلال الفوق. اذا فاش توصلوا ما عليكم غير تطلعوا وتزعموا صافي، تحركوا تلبسوا السبرديلات ديالكم وهذا، وتبقاو متبعين الطريق كامله مصوبه حتى لحدا الشلال وتشوفوا ديك المنطقه. مازال ما وصلناش حنايا، على ما نوصلوا غادي نوريكم ديك الدنيا كي دايره. فاخيرا وصلنا لاقشور. الشلال هو هذا. من بعد تقريبا شي ساعه و40 دقيقه نقولوا هكا، تقريبا ساعتين ديال الطريق. الطريق ما صعيبه ما سهله، بيني وبينكم عادي داكشي.
نطلعوا ليه تشوفوا هذه البلاصه هذه زوينه بزاف. غادي ناخذوا شي صور هنايا، غادي نخليكم مع هذه اللقطات هادو باش تشوفوا الشلال مزيان كيف طالع. طلعنا حتى الشلال ورجعنا، داكشي داز زوين كيف ما شفتوا معايا دوك اللقطات اللي وريتكم تماك. عمنا تبردنا واخا الماء بارد بزاف 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 بزاف. رجعنا مع الطريق، غير الغابه من هاد الجهه ومن هاد الجهه، كاين شي حاجه سبيسيال نيت اللي نقدر انني نفيلميها لكم. نتمنى تكون عجبتكم نتمنى يكونوا عجبكم دوك اللقطات اللي وريتكم تما. بالنسبه للنصائح اللي نبغي نقول لكم على هاد المنطقه هادي ولا على هاد البلاصه، المهم قبل ما تجيو كاع في الدخله حاولوا ما امكن تشوفوا، حاولوا ما امكن تزيدوا حتى القدام، حتى تقربوا حدا 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 الشلال، حتى تقربوا حدا اول شلال تما عاد تكريو. الا بالنسبه للناس اللي باغيين يكريو لي شومبر ولا دار ولا بحال هكا، اما الناس اللي باغيين اللي عندهم لي طونط راه ممنوع التخييم هنا، كيقولوا ممنوع تخيم هنايا كاع في اقشور مورا من الدخله ديالو حتى الفوق ممنوع تخيم. ولكن كاينه واحد الطريقه انا نقولها لكم، الا جيتوا بالليل مثلا تجيو وتبقاو جالسين حتى الليل حتى لديك 11 الليل ولا ودخل، كاينين بلايص فين تقدر تحط لا طون تما. بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا هذه القضيه وتجنبوا كاع انهم يخلصوا الفلوس ولا يخلصوا كومبينغ، على الرغم ان الكومبينغ رخيص، حنا راه جالسين عند واحد السيد قاعد يتعامل معنا بزاف، وكومبينغ هنا معروف كاين 10 دراهم 15 درهم 20 درهم الواحد. ولكن حنا جينا في واحد الوقيته زوينه القضيه هنا. من نصيحه واحده اخرى نقدر نقولها لكم، لان حاولوا تجيو ياه في الشهر الاول شهر 7 ولا في الاخر ديال شهر 9. كذلك حاولوا انكم فاش تبغيو تطلعوا للشلال تنوضوا الصباح بكري باش ما تقهركمش الشمس في الرجعه، حاولوا تنوضوا الصباح بكري باش تطلعوا لديك البلاصه وترجعوا كما درنا حنا. انا جينا الصباح بكري وطلعنا وشفنا ديك الدنيا وحنا راجعين. هذا نموذج ديال واحد الكومبينغ اللي حنا كنا فيه باش تعرفوا شنو كاين. الثمن كما قلت لكم على حسب الشطاره ديالكم، كاين الضو كاين الماء كاين الدوش كاين التواليت كاين كلشي عندهم هنايا. الثمن 10 درهم الليله 15 درهم 20 درهم على حسب شنو تفاهمتوا معاه. اما لي شومبر حتى هو عنده هذا السيد هذا اللي اسمه مصطفى عنده لتحت حتى هو لي شومبر كيقول لهم 100 درهم فيهم دو بوزيسيون اللي فيهم السعه ديال هنا غادي بحالو. هادشي اللي كاين غادي نمشيو ان شاء الله ونتلاقاو في شفشاون. ها انتم تما ايه وصلنا لشفشاون مع خويا عادل سيمون. Thank you.